ولمزيد من المتابعة تنضم إلينا من مقر جامعة الدول العربية مراسلة التلفزيون المصري سالي سالم. سالي، بعد التحية، ضعينا في أبرز ما تناولته مناقشات اليوم في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. نعم، تحياتي لك دينا ولمشاهدينا الكرام. بالفعل نتابع معكم من مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية. هذا المؤتمر الذي بدأت فعالياته صباح هذا اليوم باستقبال رؤساء البرلمانات والمجالس والوفود المشاركة هنا في مقر الأمانة العامة، ثم عقدت جلسة مغلقة بحضور السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية وأيضا رئيس البرلمان العربي وحضور كبير من قبل رؤساء البرلمانات من مختلف الدول المتواجدة هنا في الجامعة. وتم المناقشة وإقرار الوثيقة المتعلقة بالأمن الغذائي. هذه الوثيقة التي تم إعدادها من قبل البرلمان العربي وتتناول مشكلة الأمن الغذائي تحت عنوان رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي، وذلك في إطار ما تتعرض له سلاسل الإمداد في كافة دول العالم من معوقات في إطار الظروف التي يعيشها العالم أجمع. وتتحدث هذه الوثيقة وتناقش من خلال هذا المؤتمر فيما يخص مشكلة الأمن الغذائي، أبرز التحديات وما يمكن أن يقوم به البرلمانات العربية في هذا الصدد. وتم عقد بعد ذلك جلسة مفتوحة بحضور كافة رؤساء البرلمانات والأمين العام لجامعة الدول العربية وبالطبع رئيس البرلمان العربي وأيضا رئيس عموم نواب إفريقيا. وتم بعد الكلمات الافتتاحية من خلالها تم تقديم التعزية للشعب التركي والسوري فيما يخص ما يتعرض له الشعبين من هذه الطريقة الخاصة بالزلزال. وتم بعد ذلك الحديث في ما يخص النواب من قبل الدول المختلفة ومنهم المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري وأيضا قدم التعزية للشعبين. وتم الحديث من خلال كلمات متنوعة في القضايا التي يتعرض لها أو تتعرض لها الدول العربية في هذا التوقيت تحديدا وما يمكن أن تساهم به البرلمانات سواء من خلال تشريعات أو من خلال إقرار سياسات ترفع إلى القيادات السياسية. ويتم الحديث عن هذه المشكلة المتعلقة بالأمن الغذائي فيما يتعلق أيضا بالمشاكل التي تعرض لها القدس الشريف والاعتداءات التي تتعرض لها فلسطين. وتم الحديث أيضا عن بعض المشكلات التي تتعرض لها الدول العربية. بعد قليل سيكون هناك مؤتمرا صحفيا سنتابعه معكم ونتابع ما سيرشح عنه من تصريحات فيما يخص البيانات الختامية والتوصيات وما سيتم حتى الدورة الجديدة من أعمال المؤتمر السادس للبرلمان العربي والبرلمانات المشاركة. شكرا جزيلا والكلمة تعود إليكم مرة أخرى في الأستوديو. نعم، من مقر جامعة الدول العربية سالي سالم، شكرا جزيلا لك.